ورحمة الله وبركاته. أرجو من الجميع المعذرة على هذا الخلل الفني خاص بالميكروفون. بداية إحنا الآن الساعة 8:03، يعني باقي من وقتنا ساعتين، لكن ممكن إذا ما عندكم مانع لما نخلص المحاضرة حتى لو استمرنا بعد ذلك، وإذا غير ذلك تقدروا تكتبوا لي رقم 2 إذا ما عندكم استعداد تأخر بعد الساعة 10. طيب، مساء النور أخت فدوى، مساء النور الجميع. بداية موضوعنا اليوم عن الصهيونية النشأة والواقع. روجيه جارودي ذكر عبارة قال إننا نعالج هنا موضوعا محرما، أي الصهيونية، وكلنا نعرف ماذا حدث لروجيه جارودي عندما تطرق إلى الصهيونية وتحدث عنها. حتى نستفيد من وقتنا راح اختصر في بعض النقاط بإذن الله تعالى. بداية، هل كل يهودي صهيوني أم لا؟ حقيقة حتى نتحدث عن هذه النقطة، في هذه المحاضرة عندما أذكر كلمة يهودي لا أقصد به اليهودي كديانة، وإنما أقصد به الصهيوني. وعندما تذكر يهودي أيضا يذكر مقصود فيها الصهيوني، قد يعني ونحن نتحدث نتكلم نقول الصهيونية، وأحيانا نقول اليهودي أو اليهودية، فالمقصود بها هي الصهيونية. حقيقة بالنسبة لليهود بشكل عام عندهم من الصفات، وهذا ما ذكر في القرآن الكريم وما هو معروف عنهم، أنهم عندهم خسة في الطباع، وعندهم يعني خسة في التآمر، وهذا لا ينسحب على كل يهودي أو على اليهود من أهل الكتاب الذين تمسكوا بالديانة اليهودية. فالقرآن قال عنهم أنهم ليسوا سواء، فمنهم من يألفون ويؤلفون، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما. فإذا لا نقصد باليهود هنا المؤمنين موسى عليه السلام ما جاء به موسى عليه السلام، ولكن نقصد الصهاينة الذين لا يأبهون بأي دين، ويستعملون الدين اليهودي كنزعة عنصرية قومية، واستخدموه ويستخدموه لفرض سيطرتهم على العالم بالترغيب تارة وبالترهيب والابتزاز في أغلب الأحيان، ويستعملوا في سبيل ذلك المؤامرات والدسائس والوقيعة بين الناس والفتن والثورات والحروب. فبالتالي هذه هو ديدنهم بالنسبة لليهود، حتى أنهم يعني استخدموا أساليب ملتوية وأساليب قاسية مع بعضهم البعض حتى يحققوا مؤامراتهم الصهيونية. ويعني ممكن لو أردنا أن نذكر قصة، وهذه القصة أن يعني زوجة سيدنا يعقوب تآمرت مع ابنها على الابن الثاني يعقوب، ابنها الذي تحب على الآخر، حتى يبارك يعقوب، وبطريقة ملتوى طريقة ملتفة، وهذا مثبت موجود في التوراة التي يدرسونها. معروف عنهم أنهم قتلة الأنبياء، وهذه حقيقة من طباعهم كل أفعال الشر تكون دائما هي أظهر في المجتمع، وبالتالي أصبحت صفة معروفة عن اليهود، وفي كل مجتمع يعيشون فيه يكون اليهود مكروهين من الشعوب. فكما ذكرت بأن اليهودية هنا نقصد بها في هذه المحاضرة الصهيونية، وليست اليهود من أتباع موسى الذين تمسكوا ب ما جاء به موسى وبالدين الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. كلمة الصهيونية هي كلمة ليس لها أصل في اللغة العبرية، ويعتقد أنها من أصل عربي، وجاءت من الحصن أو الصون أو التحصين. فصهيون هو عبارة عن حصن كان في مدينة القدس، وكان يطلق عليه حصن، ومن ثم بدأت تتغير الكلمة إلى أن أصبحت أو أخذت نفس المعنى، وهي أقرب حقيقة
للغة الحبشية القديمة. وفي اللغة العبرية يكتبوها أحيانا بالسين وأحيانا تكتب بالزاي وليست بالصاد. في سفر صموئيل الثاني قالوا أن داود عليه السلام غير اسمها لهذا الحصن إلى اسم له بيت داود، كان يسمى بيت داود. وأيضا دليل أنه ليس له صفة عقائدية ودينية أن داود عليه السلام عندما جاء التابوت لم يشأ أن ينقل التابوت إلى هذا الحصن أو إلى هذا المكان، وإنما نقله إلى مكان آخر. وكلمة صهيونية في كما يستخدمها اليهود، وهكذا يفسرها بإحدى معاني ثلاث: إما أنهم يستخدموها باسم أو لتدل على مدينة الملك الأعظم، هذا طبعا في التوراة الحالية، أو هو اسم حصة سماه نبي الله داود عليه السلام، ويطلق أيضا على اسم جبل يقع في شرق القدس. هذا من حيث المسمى لكلمة صهيون. أما في المفهوم السياسي فهي الفلسفة القومية لليهود التي اتخذوا تعاليمها من التوراة والتلمود. وهذه طبعا سيطرة هذا المفهوم والبروتوكولات، كما يعتقد بروتوكولات حكماء الصهيون، هي التي سيطرت سيطرة كاملة على سلوكهم وعلى حياتهم وعلى ما يتعامل به مع الأقوام الأخرى ومع الشعوب الأخرى. الصهيونية حقيقة إذن هي ليست مرتبطة بالدين بأي حال من الأحوال، وإنما هي مذهب قومي علماني، هو مصطلح ومفهوم سياسي يستخدمه اليهود كعنصرية، كشيء لتحقيق مآرب سياسية في الدرجة الأولى. وهذا المفهوم ليميز العنصر الإسرائيلي، لهم أبناء إسرائيل وعلوهم على باقي شعوب الأرض، وأيضا تستخدم للترويج لحقهم التاريخي كما يزعمون في فلسطين التي يسمونها أرض الميعاد باعتبارهم من نسل إبراهيم، وبالتالي فهي حركة سياسية. يقال بأن أسباب ظهور الصهيونية هو الاضطهاد وظهور الفكرة القومية ومطامح الاستعمار. سنأتي حقيقة في الشرائح اللاحق على هذه النقطة، ولكن كما ذكرت هنا يلي الحوار، فما رأيكم في هذا القول؟ ظهور الصهيونية هو من أسبابه أو أسباب الاضطهاد الذي تعرض له اليهود، وأيضا ظهور الفكرة القومية بالإضافة إلى مطامح الاستعمار. ثلاث أسباب هي التي أدت إلى ظهور الصهيونية الحديثة في العصر الحديث، فما رأيكم في ذلك؟ أرى يعني أتمنى أن أرى بعض إجابات بالموافقة أو بالنفي. عبد الرحمن الحشاش، نعم الاضطهاد، نعم موافقة الأخت ريما، نعم شكرا يا محمد فوزي وشكرا للجميع. نعم حقيقة بالنسبة للاضطهاد هو الذي تعرض له اليهود، نعم تعرضوا للاضطهاد في كل مجتمع عاشوا فيه، وكان الاضطهاد ناتج عن داء مزمن في اليهود أنفسهم، وكان معهم في دولتهم القديمة وسيبقى معهم، وهذا ما أرادوه لأنفسهم حقيقة. ولكن والدليل على ذلك أنه هذا الداء مزمن عندهم، فمن الذي اضطهدهم في مملكة سليمان؟ من الذي اضطهدهم حينما تمردوا على كل نبي وقائد عندما قتل الأنبياء؟ اليهود حقيقة هم أنفسهم يصفوا أنفسهم بعد أن نستمع لما قاله القرآن الكريم، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه صفة من صفاتهم. وفي الإصحاح 31 من سفر التثنية يقال لهم بلسان الرب: إني عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. والإصحاح 9 من سفر نحمية: إنهم أعطوا كتف المعاندة وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا. وكذلك جاء في الإصحاح 17 من سفر أرميا: إنهم قسوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يعقلوا. هذه حقيقة موضوع الاضطهاد جاء بسبب سلوكهم، هم الذين يعني جروا هذا
الاضطهاد من الشعوب الأخرى إلى أنفسهم. نبدأ نتطرق حقيقة إلى الصهيونية كفكرة. بالنسبة للصهيونية نتحدث أو نبدأ فيها من قبل الميلاد. ذكرنا في البداية أن الصهيونية هي عبارة عن أو الاسم صهيون مشتقة من كلمة الحصن أو الصون، وأطلقت على مكان أو بناء كان يشبه الحصن، ومن هنا بدأت تتحول أو هكذا أطلقت، وبدأ بالنسبة لهم هذا المكان له مدلول وطني كونهم كانوا يعيشوا في هذا المكان، ولكن لم يكونوا يملكوه. وجاء في الإصحاح 23 من سفر التكوين في العهد القديم أن غاية ما بلغه إبراهيم تحت قمة صهيون أنه اشترى قبر هناك بالمال، وبالتالي لم يكن يعني يملك هذا الشيء، وإنما سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكما جاء في الإصحاح 23 أنه اشترى له قبرا بالمال، ولم يكن تكن هذه الأرض يعني لهم أو كما يدعون أن الرب سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الأرض. بالنسبة لليهود كان لهم مملكتين، كان في مملكة في الشمال ومملكة الجنوب، كان هناك حروب مستمرة بينهم. وحقيقة ملك اسمه يهواش من ملوك بني إسرائيل مملكة الشمال جاء إلى مملكة الجنوب ودمرها، ودمر هذه القلعة وهذا الحصن، وأخذ ما فيه ما بناه أو ما تركه فيه سليمان عليه السلام. حقيقة كلمة هيكل لم ترد ولا مرة في الكتب التي عند اليهود، وإنما هي عبارة عن مصطلح حديث بدأوا يكرروا له مصطلح الهيكل، ولم يرد نهائيا، إنما كان صهيون مأخوذة من هذا الحصن الذي ارتبط أو أراد حاخاماتهم ورجالاتهم أن يربطوا به، يعني اليهود عندما حصل السبي البابلي ونقلوا إلى بابل وكانوا هناك بدأوا يحنوا إلى الأرض ويحنوا إلى حياة الحرية لأنهم أصبحوا عبيد في بابل، وبالتالي كان هناك في تلك الفترة وهم في حالة الأسر يحنوا إلى الأرض، وأصبح صهيون أو هذا البناء أو هذا أصبح رمز للحنين إلى العودة للمملكة الغادرة كما يقولون. وبالتالي كلمة هيكل، وهذا يعني ذكرها يعني الشيخ رائد فتحي ذكر ذلك وقال أن كلمة هيكل لم ترد نهائي، وهو متخصص في هذا المجال، نهائي في كتبهم الدينية، وإنما هي كانت أو أصبحت رمز للعودة إلى الوطن أو المكان الذي يعني أخذوا منه وأسروا منه وأخذوا إلى ذلك. كما ذكرنا بأن الملك يهواش جاء ودمر هذا البناء وسرق أو أخذ ما فيه، وبالتالي ليس حقيقة هناك من مفهوم أو مدلول ديني لهذا المكان منذ القدم، وإنما هو مدلول سياسي، مدلول للعودة إلى الوطن. تحولت الوعود الإلهية في كتب تحول جديد مع مصالح السياسة حصلت في ذرية داود عليه السلام ليخرج منها غير ذي الذرية الأولية. حقيقة موضوع التحول عندهم هذا شيء كما ذكرت في البداية، ولا أرد أن أطيل وأذكر القصة عندما سيدنا يعقوب عليه السلام كان كبير وكان له ولدان، كان له يعني ولد الكبير قال له اذهب واصطد لي بعض الصيد حتى آكل وأباركك. عندما تعود سمعت أمهم هذا الكلام، فعندما خرج ليصطاد قالت لأخيه الصغير وهو المفضل عندها اذهب وأحضر يعني حمل صغير، وأحضر الحمل وجهزت الطعام ودخل على والده وقال له هذا الصيد وباركني، فباركه وأخذ البركة من أخيه. وعندما جاء أخوه من الصيد وجد أن الأمر قد حدث، وبالتالي ذهبت البركة إلى الأخ الأصغر بدل الأخ الأكبر،
انظروا إلى هذه الخرافات كيف يعني يسخر من نبي الله سبحانه، نبي الله أنه يعني غرر به ولم يتعرف على ولده الصغير من الكبير. حقيقة هذه التحول اللي عندهم موجود، هذا يحول مثلا الوعد، حول كان لإبراهيم حوله لإسحاق، والهدف ليخرج منه يعني أبناء إسماعيل، ومن ثم حولوا إلى يعقوب حتى يحصر في يعني في سلالة إسرائيل، ومن ثم حولوه إلى ذرية داود حصر مملكة الجنوب دون مملكة الشمال. فعندهم حقيقة موضوع التحويل وموضوع ممكن يغيروا بما يعني يوافق أهواءهم، فهذه هي حالتهم وهذا هو ديدنهم. بالنسبة للصهيوني إذن قبل الميلاد هكذا كانت عبارة عن، أكرر مرة أخرى، المفهوم ظهر كمفهوم سياسي حنين إلى الوطن، وهم عندما كانوا في السبي، عندما كانوا في بابل. هذا يعني ما كان بالنسبة لهم قبل الميلاد. بالنسبة في نص حقيقة أحب أن أذكره قبل أن أنتقل للصهيونية من الميلاد إلى القرن التاسع عشر، أنهم كانوا وهم في بابل أصبح بالنسبة لهم ينتظروا، أصبحوا يتمسكوا ببعض النصوص وينتظروا المسيح المخلص، فكانوا ينتظروا حقيقة أي بشارة عودة، كان يطلق اسم مردخ أن يعود الأرض أو رسول النور، وقالوا أنه يعود كل 1000 سنة ليخلصنا من، ليخلص أرض الفساد ويخلص اليهود من الأسد. وهذا البطل أو هذا النبي أو رسول النور لم يكن عندهم له صفة معينة أن يكون منهم، حتى أن كورش الفارسي عندما ظهر قالوا بأن هذا هو المسيح، وذكر ذلك أيضا في كتبهم، وكما ذكر الإصحاح 45 من سفر أشعياء، وبدأوا يعني أو عاشوا فترتهم ينتظروا هذا المخلص، وكان بالنسبة لهم غير مرتبط بأنه من اليهود أو من غير اليهود، إنما أي أحد يأتي ليخلصهم من ذلك. الصهيونية من الميلاد إلى القرن التاسع عشر حقيقة بقي حالهم كما هو، لم يتغير ولم تتغير صفات اليهود، وحتى بعث السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعرف أن الكهان معظمهم أنكروا بعثته، وكذلك بعض اليهود من آمن به، بالإضافة إلى أبناء الأمم المقيمة في فلسطين في ذلك الوقت. واحتج الكهان واحتج اليهود من كفر به بوعد إبراهيم عليه السلام، ولكن المسيح عليه السلام قال لهم إن أبناء إبراهيم بالروح هم الموعودون بالخلاص. اسمعوا لهذا النص، إن أبناء إبراهيم بالروح هم الموعودون بالخلاص، فكل من آمن بدينه فهو من أبنائه، ولا فرق بين اليهود واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع. هذا كما جاء في الرسالة إلى روميا. وبالتالي إن الدين عند الله الإسلام، وأن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبالتالي هذا النص الذي قال له المسيح عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم بعنادهم كفروا بما قاله ولم يعني يوافقوه، وكلنا يعرف أن محاولة صلب المسيح عليه السلام ومحاربته، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه كما نحن نؤمن في كما جاء في القرآن الكريم. في عهد المسيح عليه السلام اليهود تفرقوا في أرجاء الدولة الرومانية، الهدف يبحثوا عن أين توجد التجارة وأين يوجد المال، وهم من أكثر الناس حبا للمال. فهناك فيلسوف الإسكندرية اليهودي يسمى فيلون يقول إن اليهود لا تحتويهم بقعة واحدة، ويتفرقون لطلب الرزق في أغنى البلاد من أوروبا وآسيا، على أنهم ينظرون إلى أورشليم مقر هيكل الله المقدس كأنها حاضرتهم الكبرى، ويحسبون وطنا لهم كل أرض عاشوا فيها وعاش فيها آباؤهم وأجدادهم من قبلهم.
فهنا حقيقة كل أرض بالنسبة لهم بيحسبوها وطن وليس لهم وطن محدد. انتشروا في تلك البلاد، ونتيجة لانتشارهم اكتسبوا أو وقعوا في مشكلة، وهذه حقيقة ذكرناها في البداية، الاضطهاد، الكراهية الناس لهم، وكان يكرههم الفقراء والأغنياء على حد سواء. لماذا يكرههم الفقراء ولماذا يكرههم الأغنياء؟ الفقراء يكرهونهم لأنهم مرابين، لأنهم يبتزونهم، لأنهم يعطونهم قليلا من المال ويأخذون الكثير منهم، لأنهم يحتكرون المال. أحسنت أحسنت يا مدام. وكذلك الأغنياء يكرهونهم لأنهم أصبحوا يتاجرون وينافسونهم، وأحيانا يعني يقضون على تجارتهم بأساليبهم المنتوية. أيضا امتاز اليهود بأنهم تجار الحروب، التاجر يبحث عن المال، يبحث عنه بكل الوسائل، وهذا هؤلاء هم اليهود تجار حروب. فكانوا دائما يعني يثيروا القلاقل، يثيروا الفتن، ومن ثم يكونوا مع الجيشين المتقاتلين، فيبيعون السلاح للطرفين ويشترون الأسرى أيضا من الطرفين، وثم يبيعونهم مرة أخرى للطرفين، وهكذا هذا هو ديدنهم منذ القدم. وحقيقة لم يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، وإنما التاريخ الأوروبي حقيقة يسجل هذا السلوك عند اليهود، فكانوا في كل فتنة مثال. ذلك ما جاء في مجلة الجامعة اليهودية بتاريخ 26/1907، انظروا هم ماذا يقول عن أنفسهم، يقول: نصادف في كل التغييرات الفكرية الكبرى تقريبا عملا يهوديا، سواء كان ظاهرا جليا أو خفيا سريا. وعلى هذا فالتاريخ اليهودي يمتد بامتداد التاريخ العالمي بجميع مجالاته، حيث يتغلغل فيه بآلاف الدسائس. هذا جاء في المجلة الخاصة باليهود، هي مجلة الجامعة اليهودية، التي طبعا هذا الكلام سنة 1907. في تلك الفترة، أو في نقول في بداية القرن التاسع عشر، ظهرت مدرستان عرضت كل واحد من المسألة المسيحية الصهيونية لها بنظرية مختلفة. نتكلم عن الصهيونية من إلى القرن التاسع عشر. حقيقة المدرستان أحب أن أمر عليهم قبل أن أدخل إلى عصر الاستعمار، اللي هي المدرسة البريطانية الداعمة لنظرية تحول اليهود للمسيحية قبل عودتهم لفلسطين كمسيحيين، والمدرسة الأمريكية التي آمنت بأن اليهود سيعودون إلى فلسطين كيهود قبل تحولهم للمسيحية. لاحظ هنا المدرستين الموجودين وكلاهما بيخدم اليهود. ننتقل إلى عصر الاستعمار. عصر الاستعمار نبدأ بداية حملة نابليون على مصر سنة 1797-98، وعندما وصل نابليون، أو قبل حقيقة أن ينطلق نابليون، نشر في الصحف الفرنسية دعوة لليهود، ويقول فيها: يا يهود العالم، تعالوا تعالوا أقيموا دولتكم، تعالوا إلى فلسطين. وكان الهدف أنهم طبعا يحاربوا مع نابليون. هناك مليونير إيرلندي يهودي بعث برسالة لنابليون، اسمه هذا اللي هو هنري كريت. ماذا تضمنت الرسالة التي بعثها لنابليون؟ قال: اليهود يقدمون لكم عنصرا استعماريا ثابت الأركان، كما يقدمون أهم الضمانات لبث الفوضى وبث الفتن وإحلال الأزمات. لاحظ هنا مرة أخرى، أريد أن أكرر وركزوا، نلاحظ النص يخلو من أي بعد ديني. يقول: اليهود يقدمون لكم عنصرا استعماريا ثابت الأركان، كما يقدمون أهم الضمانات لبث الفوضى وبث الفتن وإحلال الأزمات. هذا حقيقة النص كان بالنسبة للبريطانيين
وتحديدا لورد شافتسبري كان هذا النص يعني أو هذه الرسالة كانت مزعجة، لأن البريطانيين يريدوا أن يكونوا أيضا لهم دور في الموضوع. فاللورد شافتسبري حقيقة هو صاحب مقولة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكان كل همه له اللورد شافتسبري أنه يعني ما يكون في دور لروسيا في تلك المنطقة. هذا هو الهدف الأساسي. شافتسبري هو من المتهودين حق المتحولين، فهو يعني صهيوني وليس يهودي، وكان له يعني شعبية كبيرة في تلك الفترة. وشافتسبري يعتبر من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر، وكان يعد في بريطانيا واحد من أربعة أبطال شعبيين في عصره، وكان في تلك الفترة زعيم حزب الإنجليين الذين كانوا يحاولون تنصير اليهود. كنا المدرسة البريطانية داعما لنظرية تحول اليهود للمسيحية قبل عودتهم لفلسطين، فكان هذا يعني يحاول تنصير اليهود، وبالتالي نجد أن اليهود كانوا يعني جزء أساسي في الموضوعات التي يتكلم عنها دائما. اللورد شافتسبري له موقف اليهود بيقول كان يخلط حقيقة بين العناصر الاجتماعية والدينية والتاريخية، فكان يرى اليهود باعتبارهم شعب مستقل وجنس عبري يتمتع باستمرارية لم تنقطع، بمعنى أنه متشبع بالفكر التاريخي الصهيوني أو اليهودي. أيضا قال بأن اليهود وحسب التراث المسيحي هم قتلة المسيح، وبالتالي نجد صورتهم سلبية جدا في كتاباته، فهم جنس من الغرباء متعجرفون سود القلوب منغمسون في الانحطاط الخلقي والعناد والجهل أيضا والجهل بالإنجيل، ويقول بأنهم خطاؤون ويتوجب عليهم العودة إلى الإيمان بالمسيح، وهذه العودة ستؤدي إلى عودة المسيح الثاني وخلاص البشر. ولاحظ أنه يمكن توظيفهم في خدمة الإمبراطورية الإنجليزية، وذلك لعدة أسباب: أنهم مادة استيطانية جيدة، وبالتالي ما راح يكونوا مكلفين، ليسوا مكلفين للإمبراطورية البريطانية. اشتهر اليهود بحب المال وعرفوا بالبخل والجشع رغم امتلاكهم رؤوس الأموال، وبالتالي ما راح يعني لم يحتاجوا إلى بريطانيا وأموال بريطانيا. أيضا من خلال اطلاع ودراساته لاحظ أو في تلك الفترة كان الكثير كما سنأتي في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتحدث عن بعض الشخصيات الصهيونية، كان يعني بعض الكتاب وقادة اليهود كانوا في تلك الفترة نشيطين عندهم نشاط، وكانوا يكتبوا الكثير عن تاريخ اليهود، عن أيضا رغبتهم في العودة والاستيطان واستعمار فلسطين. وبالتالي لاحظ أن ثم علاقة بينهم وبين البقعة الجغرافية اللي هي فلسطين، وبالتالي قال أنه وجود في هذه البقعة يمثل عنصر حيوي في الرؤية المسيحية للخلاص. وقال كلمة مشهورة أو عبارة مشهورة: إن أي شعب لا بد أن يكون له وطن والأرض القديمة للشعب القديم، ثم طور هذا الشعار ليصبح وطن بلا شعب للشعب بلا وطن. فيكون شافتسبري هو أول من أطلق هذا الشعار وتلقفه اليهود. هذه حقيقة الأفكار كانت قبل أكثر من 20 سنة من ميلاد هرتزل، إلا أنها وضعت ملامح الأولى للمشروع الصهيوني وكانت موجود فيها هذه الملامح. نأتي إلى في هذه الشريحة الأخيرة إلى رسالة هي روتشيلد، وكلنا يعلم روتشيلد. روتشيلد العلم ليس هذا هو اسمه، اسم ليس هذا الاسم الحقيقي، وإنما روتشيلد كلمة ألمانية مكون مقطع روت وشيلد وتسمى الدرع الأحمر، وبالتالي كل الثورات الفرنسية الروسية البلشفية كل الثورات في أوروبا كانت تأخذ شعارها اللون الأحمر، وكانت مدعومة من روتشيلد ومن اليهود. ماذا يقول روتشيلد؟ أرسل رسالة لرئيس الوزراء البريطاني اللي هو بالمرستون، يقول فيها إن هزيمة محمد علي ليست كافية،
والعرب سرعان ما يتحدوا. فلسطين هي الجسر الواصل بين العرب في آسيا وأفريقيا، وهي بوابة الشرق. وإن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع القيام بدور الحاجز، وهذه خدمة الإمبراطورية البريطانية. انظروا هنا اللي قاله هنري كريت، اللي قاله شافتسبري وروتشيلد، وكثيرين أيضا، لكن أنا أخذت فقط عينات حقيقة منهم. كانوا يركزوا على أن هذه المنطقة ستكون حاجز، وكلها في خدمة الإمبراطورية البريطانية، وكلها في خدمة الاستعمار، وبالتالي هي حركة استعمارية في الدرجة الأولى. نأتي إلى عصر النهضة، عصر الاستعمار، عصر التجارة. وحقيقة لا بد أن نقف عند النقطة أنه في تلك الفترة كانت مزدهرة التجارة مع الهند، وكل التجارة من أوروبا إلى الهند كانت تمر بهذه المنطقة، فهي حلقة الوصل. وبالتالي كان في عندهم تفكير استعماري، هذا التفكير من أجل المحافظة أو من أجل السيطرة على طرق التجارة. هذه كانت الأساس. وبالتالي عندما يتكلم روتشيلد أو كريت أو أي من المفكرين أو أي من السياسيين، عندما يتحدث من هذا المنطلق، خدمة الإمبراطورية البريطانية، خدمة للغرب، والهدف في الأساس استعماري من أجل لطرق التجارة العالمية في تلك الفترة. في القرن التاسع عشر كان حقيقة في مسألتين يعني ظهرت بشكل واضح، اللي هي مسألة القومية ومسألة المساواة في الحقوق العامة. ليست فقط القومية اليهودية، إنما في كل أوروبا أصبح في نوع من الكل يتحدث أو بدأت تظهر بشكل واضح، اللي هي القومية. فلماذا لا يكون لليهود أيضا قومية كالآخرين؟ لأن هذه موضة وانتشرت في تلك الفترة. وبالتالي بدأ اليهود أيضا يتحدثوا عن هذه الحالة، واللي هي مسألة القومية. وأيضا كونها انتشرت هي مسألة الحقوق العامة، إذا لنا حق مثل ما للآخرين حق أيضا. وبالتالي نأخذ حقيقة على واحد يعتبر، أنا بعتبره حقيقة من أهم الناس الموجودين، واللي كتبوا واللي كان لهم دور في قيام الصهيونية في العصر الحديث، اللي هو موريس هس. هذا موريس هس سنة 1862 كان له كتاب أطلق اللي هو يسمى روما وأورشليم، وثم أصدر كتاب آخر يسمى بعث إسرائيل. هذا موريس، أو في بعض الكتب يسمه موزيس هس أو موسى هس، هذا تأثر حقيقة بالنزعات القومية اللي سادت في تلك الفترة في أوروبا، وتعرفوا كانت الثورة الفرنسية. ولكن في عنده كان مشكلة، اللي هو اليهود منتشرون في بين الأمم، هذه واحد، وليس لهم أرض يعيشون عليها، ولا يكونون شعب له لغة واحدة، لأنه حقيقة كانت لغتهم ذائبة، وكانوا يعني يتكلمون بلغة القوم أو البلد الموجودة فيها. وبالتالي كان في عنده مشكلة، فهذا الرجل ضاع، ونتيجة هذا الضياع أصبح في عنده أوهام تاريخية وتخيلات، وأصبح هذا يصف أو يعني يصف الناس الآخرين بصفات عنصرية، وقسم البشرية إلى أعراق، وبدأ يميز بينهما تمييز عقلي وبدني. وبالتالي إذا بنشوف الشريحة التي تليها، نقول هذه بعض أقوال موزيس هس، ومن خلاله نستطيع أن نتعرف على فكر هذا الرجل. ما هو فكره؟ نفوس البشر آتية من نفوس نجسة، أما نفوس اليهود فمصدرها روح الله المقدسة.
انظروا إلى هذه العنصرية البغيضة. الشعب اليهودي جدير بحياة الخلود، أما الشعوب الأخرى فإنها أشبه بالحمير. نحن شعب الله في الأرض، سخر الحيوان والإنسان وهو كل الأمم والأجناس سخرهم لنا، لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوانات، نوع كحجم الدواب والنعام والطير، ونوع كسائر الأمم من أهل الشرق والغرب. هذه أفكار هس التي يعني وضعها في إلى التوصل لها نتيجة للتخبط الموجود. لكن في شيء مهم جدا، أنه نقل الصهيونية حقيقة من عالم النظرية إلى عالم الواقع الحركي. كان في هذا هو هس وضع خطوات من أجل العودة، من أجل تشكيل مجتمع، من أجل أن يعني ينشئ دولة أو ينشئ وطن لهذا الشتات من اليهود. وبالتالي كان من ضمن مطالبه تأسيس مستعمرات من السويس للقدس ومن الأردن إلى ساحل البحر المتوسط، وأن يكون المشروع الصهيوني الاستعماري كحلقة من المشروع الأوروبي الأشمل. وبالتالي لاحظوا حلقة من مشروع أوروبي الأشمل، نعود لنفس الكلام اللي ذكروه، وكلهم كانوا يتأثروا ببعضهم البعض. فيعتبر هس الأب الحقيقي للقومية اليهودية والدعوة الصهيونية الحديثة. وانظروا إلى هرتزل ماذا يقول عن هس وكتابات هس، قال بأن كل ما حاولناه يمكن العثور عليه في آثار هس. هذا حقيقة يعني واحد من المفكرين الذين أثروا على العمل الصهيوني في تلك الفترة، وليس طبعا العمل الصهيوني سواء كان يهود أو غير يهود. بالنسبة للحركة الصهيونية الحديثة، كان هناك عوامل أدت إلى ظهورها وبروزها. بداية المشكلة اليهودية التي برزت في روسيا، وبروزها في روسيا ناتج عن مقتل القيصر، واليهود هم الذين قتلوا القيصر، وبالتالي بدأت هناك الناس ثارت، وبدأت الدولة تقتل اليهود وتضطهد اليهود نتيجة لذلك العمل الشنيع، لأن القتلة تم طبعا إخفاءهم من قبل حاخامات ومن قبل كبار القوم في أوديسا في روسيا. بدأوا بالهجرة من روسيا، وعدد المهاجرين 2,367,000، هذا ما هو مسجل. عندما هاجروا كان في تلك الفترة كما ذكرنا قبل قليل، كانت هناك حركة وكان هناك النزعة القومية في أوروبا، وبالتالي لا يرغب الأوروبيين في رؤية اليهود في تلك الفترة. وبالتالي بدأ معظم اليهود يهاجروا باتجاه أمريكا أكثر من بقائهم في أوروبا، وأصبح الأوروبيين يحاولوا أن يوجدوا حل لتلك المشكلة. بعضهم أو حقيقة كما يذكر المصدر 55,000 من الأصل 2,367,000 هاجوا إلى أو وصلوا إلى فلسطين، والباقي معظمهم ذهب إلى أمريكا وبقي بعضهم في أوروبا. كما ذكرنا أوروبا عندهم مشكلة، كانت النزعة القومية في تلك الفترة، وبالتالي لم يكونوا يرغبوا فيهم، وهنا بدأت قضية اليهود مشكلة حقيقية في أوروبا. في تلك الفترة كان ظهور الحركة البروتستانتية. الحركة البروتستانتية نحن نعلم أن أوروبا كانت كاثوليكية، ولكن الانشقاق الذي حدث وظهور الحركة البروتستانتية التي آمن رواد تلك الحركة بالعهد القديم، فبدأوا يقرأوا هذا العهد القديم وبدأوا يؤمنوا به وأصبح جزء من العقيدة، وبالتالي بدأوا. وطبعا العهد القديم ما أخذوه من كتابات اليهود التي كتبوها عندما كانوا في بابل وفي غيرها. أيضا في تلك الفترة كان في حركة الاستنارة اليهودية. اليهود نتيجة للهجرة ونتيجة للاضطهاد كان في هناك دعوات للاندماج في المجتمع، وأطلق عليها حركة الهاسكلة التي دعت إلى دمج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها. إلا أن هذه الحركة حقيقة فشلت نتيجة لدعوات
الكتاب اليهود وقادة اليهود في تلك الفترة من أمثال ذكرناه كما اللي هو موسيس هيس وغيره من الكتاب اليهود. نتيجة لفشل هذه الحركة وبالتالي بدأت تتفاقم مشكلة اليهود، وأطلق عليها حقيقة المسألة الاسم المسألة اليهودية. ظهور الأيديولوجيات القومية والوطنية وانشاء الدولة القومية في أوروبا خصوصا في القرن التاسع عشر أدى إلى البحث في أوروبا بشكل جدي عن حل هذه المشكلة. أيضا نزعات السنية لتجميع اليهود في فلسطين، وهذه النزعة القومية أيضا التي ظهرت في كتابات اليهود كما ذكرناها قبل قليل. ذكرنا قبل أن أول ظهور للحركة الصهيونية أو حقيقة الأب الروحي للحركة الصهيونية كان اللي هو موسيس هيس، إلا أن كان في هناك أيضا رواد ممكن نسميهم رواد حقيقة للحركة الصهيونية، والتي يعني كانت تبحث عن وطن قومي لليهود، فهذا الكاتب اليهودي ناثان برون باوم، وهذا له مقالة نشرت في مجلة التحرر الذاتي وهي مجلة يهودية. هذا يقول بأنه لابد من وجود وطن قومي للشعب اليهودي، وحل المشكلة اليهودية لا يتم إلا بوجود وطن قومي للشعب اليهودي. وبالتالي يعتبر حقيقة حتى اليهود يعتبر ناثان جرينباوم يعني هو المؤسس الفعلي، وهو الذي أحيا من جديد هي مصطلح الصهيونية. في كاتب أو حاخام يهودي آخر من البوسنة، كان في البوسنة يسمى يهودا الكلعي، وحقيقة هؤلاء الشخصيات اليهودية في عندنا محاضرة قادمة إن شاء الله بعد أسبوعين سنتحدث فيها بشكل تفصيلي عن بعض الكتاب اليهود وبعض القادة الصهاينة في القديم والحديث. يهودا الكلعي يعتبر هو رائد حقيقة الصهيونية الدينية. مصطلح الصهيونية الدينية أول مرة نستخدمه، اللي نتحدث عنها سابقا كلها يطلق عليها اسم الصهيونية السياسية، وهذا المصطلح الصهيونية الدينية فهو هو رائد هذه الفكرة حقيقة. وتتمثل هذه في معارضة الفكرة التي كان يؤمن بها عامة اليهود، واللي هي تعتمد على انتظار المسيح المنتظر كي يقودهم إلى الخلاص. إذا كان الفكرة القديمة ينتظروا، قلنا عنها سابقا عندما كانوا في بابل انتظار المخلص، لكن جاء يهود الكلعي وقال بأن هذا كلام غير صحيح، و إذا بقينا ننتظر لن يكون هناك تجميع لليهود ولن يكون هناك عودة من جديد. وبالتالي يهود الكلعي زار فلسطين وزار بنفسه بعض التجمعات اليهودية اللي كانوا هاجروا عندما هاجروا من روسيا ومن غيرها، وكانوا موجودين في تلك المنطقة. وفي آخر حياته عاد و استوطن قرب القدس ومات هناك. هذا بالنسبة ليهودا الكلعي. إذا هذه الإرهاصات اللي كانت من في القرن التاسع عشر لإحياء الصهيونية الجديدة ماذا؟ لابد في النهاية أنهم يتوصلوا إلى نتيجة، والنتيجة حقيقة اللي توصلوا لها هو إنشاء منظمة صهيونية عالمية، وتم إنشائها في مؤتمر بازل سنة 1897، وأعطوها تعريف في ذاك المؤتمر أنها حركة ترمي إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي معترف به في أرض فلسطين. هذا هو التعريف الذي وضع في مؤتمر بازل. مؤتمر بازل أو بال في سويسرا عقد سنة 1897، وحضروا 250 مندوب يمثلوا كل اليهود اللي موجودين في
العالم في تلك الفترة. وطبعا الذي دعا لهذا المؤتمر معروف أنه تيودور هيرتزل، وعمل كثيرا حقيقة قبل أن يتسنى له عقد هذا المؤتمر. بقي أن نكون نقطة وحقيقة أذكرها، أن هيرتزل في بداية نشاطه لم يكن في حسبانه أن يدعو إلى مؤتمر إلى وطن قومي اليهود، وإنما كان يدعو إلى تجميع اليهود في مكان، وهذا المكان لم يكن مقصود به فلسطين أو غير فلسطين، كان فقط يعني يريد أن يجمع اليهود، والهدف منه حمايتهم، ولم يكن يعني مطروح في تلك الفترة اللي هو إنشاء وطن قومي اليهود أو إنشاء دولة لليهود. ولكن نتيجة لوجود الاستعمار، وجدوا اليهود، وكما ذكرت في البداية تحدث اليهود أو الصهاينة، شعروا بأن هناك سهولة للوصول إلى هذا الهدف، والسبب في ذلك ظهور المسألة الشرقية. والمسألة الشرقية المقصود فيها هي الدولة العثمانية التي أطلق عليها الرجل المريض. ظهور المسألة الشرقية يعني أسالت لعاب قادة اليهود في تلك الفترة، وبالتالي ذهب هيرتزل إلى إسطنبول وحاول أن يقابل السلطان عبد الحميد، ولكنه فشل في ذلك، ولكن له يعني صديق وصل إلى السلطان وعرض عليه الملايين من أجل تخليص السلطنة من الديون مقابل أن يعطيهم وطن قومي في فلسطين، ولكن السلطان معروف طبعا ما قال السلطان يعني إن فلسطين يعني ليست ملكي وإنما ملك المسلمين، وإن يعني قطع أجزاء من جسدي أهون علي من قطع جزء من أرض المسلمين. فإذا يعني تفككت هذه الإمبراطورية أو هذه دولة الخلافة يمكن أن تأخذوها بدون أي ثمن في تلك الفترة. وفكرة الوطن القومي اليهود يعني كانت عبارة في بداية الحديث كأنها يعني شيء صحاب، ما كانت شيء يعني مؤكد بالنسبة لهم، إلا أن حماسة الأوروبيين لذلك للتخلص من اليهود هذا السبب. سبب آخر ظهور المسألة الشرقية أدى إلى أنهم يسارعوا للوصول إلى عقد مؤتمر ذا. في هذا المؤتمر كان في هناك قرارات معلمة، وبالتأكيد في قرارات سرية. بالنسبة للقرارات المعلمة كان في هناك أربع قرارات معلمة، هي أولا ترقية اليهود الموجودين في فلسطين في أعمالهم، بمعنى تعزيز الاستيطان، تأليف اليهود جماعات محلية حسب قوانين في كل بلد. هذه حقيقة نقطة مهمة، أنهم دعوا إلى تشكيل جماعات أو جمعيات أو أحزاب أو ما أي تحت أي مسمى في البلاد التي يعيشون فيها، وطبعا حسب قوانين كل بلد. ثلاث، تقوية الوعي اليهودي. وتقوية الوعي اليهودي بالقضية التي يروج لها اللي هم السياسيين اليهود، اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على السند الضروري للحكومات، ونقصد هنا الحكومات الغربية، من أجل إنشاء وطن قومي لليهود. وهذا حقيقة الوطن لابد له أن يكون في مكان خالي، هذا هو المفهوم المميز للاستعمار. إذن لابد إنشاء وطن دول اليهود ما فيه اليهود، وأن يكون هذا في مكان خالي. وهذا الكلام حقيقة ما حدث، ما قامت به بريطانيا في أمريكا، أنهم استعمروا أمريكا، قتلوا السكان الأصليين أو أنهم أذابوهم وشكلوا دولة اللي هي أمريكا في الوقت الحاضر. وهذا حقيقة كما ذكرنا اللي هو هدف استعمار. لم تكن حقيقة في البداية فلسطين هي الهدف، وإنما كان في هناك مثلا كان في هناك بارون يهودي اسمه هيرش اقترح الأرجنتين على هيرتزل، وبريطانيا كانت اقترحت أوغندا، وكان في اقتراح أن تكون في روسيا، وكان اقتراح أن تكون هي في روسيا في جنوب البحر الأسود.
كان في هناك اقتراح ان تكون في العريش، وهرتزل كان تحمس للعريش في البدايه، ثم فكر في فلسطين واعطاه الافضليه. لماذا؟ لان في الكتب الموجوده عندهم ممكن يكون في هناك عنصر جن في اليهود، وبالتالي بناء على التعريب اليهودي تذاب والشاك صهيون من اليهود. القرارات السريه كما يذكر او كما يذكر بانه هي بروتوكولات حكماء صهيون، واظن الجميع او الاكثريه اطلع عليها او عنده فكره عنها. والبروتوكولات حكماء صهيون التي بطريق الصدفه سيده فرنسيه حصلت كما تروى طبعا احدى القصص، حصلت عليها وبعثتها لاحد المتنفذين الروس، وهذا الروس اعطاها لصديق له، وهذا الصديق كان احد القساوسه، اخذ هذا القسيس وقراها واطلع عليها، ومن ثم قام بترجمتها الى الروسيه، ومن ثم قام بطباعتها ثلاث مرات. اخر مره كانت 1917 عندما حدث الثوره البلشفيه، وعندها اعتقل هذا القسيس واختفى واخذ طبعا وثم مات. هذا بشكل عام او بشكل سريع، يعني ليس موضوعنا نتحدث بالتفصيل عن البروتوكولات، انما هذه واحده من الروايات عن بروتوكولات حكماء صهيون. وهناك يعني بعض الكتب تتحدث عن ادله على انهم طبقوها اول ما طبقوها على او في بريطانيا. بالنسبه لمؤتمر بازل كان من نتائج ايضا التي تمخض عنها انه اسست المنظمه الصهيونيه وبقيت بهذا الاسم حتى 1960، فحتى تغير الاسم الى المنظمه الصهيونيه العالميه. واعطيت مفهوم، ما هو مفهوم، ما هي المنظمه الصهيونيه؟ المنظمه الصهيونيه الاطار التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضويه اللي هو مقداره واحد شيكل. هذه الصهيونيه اطار تنظيمي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضويه اللي هو واحد شيكل. بالنسبه لهذه المنظمه انيطت بها مهمه تحقيق الاهداف الصهيونيه التي جسدها برنامج بازل، وعلى راسها اقامه وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام. وهذا القانون العام عباره تعني في واقع الامر تضمنه القوى الاستعماريه في الغرب. هذه الصهيونيه او هذا تعريف للمنظمه الصهيونيه. وايضا لتنفيذ هذه مخططات المنظمه الصهيونيه كان لابد من وجود مؤسسات اخرى، واهم المؤسسات اللي انشات كان البنك او صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار. هذا كان اسمه صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار، وهو بنك صهيوني تم تاسيسه عام 1899، لاحظوا عليه. وفي عام 1903 انشا الصندوق فرعا له في بقدر براس مال 40,000 جنيه استرليني، وانشأ فروع اخرى فيه. طبعا الفرع انشأ في بريطانيا، وانشأ فروع اخرى في هولندا وفرنسا، وفي ثم عرف ايام الانتداب بالبنك البريطاني الفلسطيني، ثم تحول سنه 1951 الى بنك لأومي اسرائيل. اذا بدأوا تشكيل مؤسسات لتحقيق الهدف. ايضا في 1901 تاسست المنظمه او اسست المنظمه الصندوق القومي اليهودي الذي يطلق عليه سكيرين كامل، وهذا يهدف الى توفير الاموال اللازمه لشراء الاراضي في فلسطين. ونص القانون الاساسي للصندوق على اعتبار الاراضي، وهي نقطه مهمه، الاراضي التي يشتريها ملكيه ابديه للشعب اليهودي لا يجوز بيعها او التفريط فيها. ايضا في تلك الفتره في تلك السنه ايضا حصل على امتياز لمجله اللي هي ناطقه باسم تسمى مجله فيلت لكون، وهذه
أيضا من ضمن ما تم تأسيسه في تلك الفترة. أيضا المنظمة بدأت تتطور مع انعقاد المؤتمر الصيني السادس عام 1903، بلغ عدد الأعضاء المشاركين فيها 600 عضو، كانوا 250 وصلوا 600 عضو. ثم لاحظوا ازداد عدد الجمعيات الصهيونية إلى 1572 جمعية في البلاد المختلفة. وصل أعضاء عشية الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 إلى 1,000,000 عضو. 1946 كان عدد دافعي الشيخ لأن أعضاء 2,159,840 شخص. هذا يعطي انطباع كم كانوا نشيطين وكانوا يعملوا بشكل مستمر ولم يتوقفوا عن العمل من أجل تحقيق هدفهم. المنظمة كان مقرها في سويسرا عندما كان رأسها هرتسل. عندما توفي هرتسل تم انتخاب رئيس جديد، وكان في كولونيا وهو طبعا مقر الرئيس اللي هو البسل، وهذا بقي فيها من 1905 إلى 1911. ولكن فترته كان حقيقة يعني المنظمة يعني صار فيها انقسامات، إلا أن نشاط عزرا وايزمان كان حقيقة له دور كبير في الإبقاء عليها وإبقاء الحيوية فيها. ثم انتقلت إلى برلين في ظل رئاسة أوتو واربورغ أيضا من ألمانيا من 1919 إلى 1920. وبعد صدور وعد بالفور لا بد أن تنتقل إلى لندن، وهذا ما حدث. انتقلت إلى لندن ثم تسلم رئاستها من 1920 إلى 31 اللي هو حيم وايزمان، ثم نحوم سوكولوف من 31 إلى 35. في عام 1930 بعد أن استقرت الأوضاع لهم في فلسطين نقلت إلى فلسطين، ولكن بقي لها مقر طبعا في لندن، وأيضا بعض أعضاء الانتخاب بقوا في لندن. إذن المقر تنقل من مكان إلى مكان على حسب وجود رئيس هذه المنظمة أو تلك المنظمة. الحرب العالمية الأولى، وعد بالفور والانتداب البريطاني على فلسطين. في أي عام بدأت الحرب العالمية الأولى؟ يبدو الشباب والصبايا 1916، 1914 اختلفت الأرقام. طيب، استمرت الحرب العالمية الأولى 3 سنوات، بدأت 1914 وانتهت 1917. بداية الحرب العالمية الأولى، لاحظنا وصلنا إلى 1914 حاليا. الصهاينة كانوا نشيطين جدا واتصلوا بالمعسكرين، معسكر الحلفاء أو معسكر الشرق ومعسكر الغرب. وهنا كان طبعا بالنسبة لألمانيا والنمسا طلبوا منهم مساعدتهم على عند الباب العالي، ونحن مستعدين نقدم لكم ونكون معكم في هذه الحرب. وذهبوا أيضا إلى البريطانيين، نحن معكم. وتم تجنيد فيلق كامل من الشباب اليهود في الجيش البريطاني ليحارب مع الجيش البريطاني، سمي الفيلق اليهودي. لاحظوا إذا هم كانوا بيلعبوا على الطرفين مش على طرف واحد، اشتغلوا مع الطرفين. أثناء الحرب كان في هناك دكتور في الكيمياء في جامعة مانشستر. هذا الدكتور استطاع أن يصنع المفرقعات من الحبوب، وأرادت الحكومة البريطانية أن تكافئه. وكان طبعا حيم وايزمان، وحيم وايزمان سنتطرق له في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وكان ذكي جدا، وحقيقة عندما عرضوا عليه المكافأة رفض أن يأخذ أي شيء نفسه، وقال فقط ساعدوا قومي، أريد المكافأة أن تذهب إلى قومي.
وحقيقة كان أصبح من المقربين، وكان له الدور الأكبر بالإضافة إلى آخرين في استصدار وعد بلفور. وبالتالي وحقيقة حي مويزمان منذ تلك الفترة عندما برز في هذه الحادثة إلى أن أصبح رئيسا لدولة الكيان الصهيوني، وكان نشيط جدا ووهب كل علمه وجهده وماله. ولهذا الغرض ذكرنا قبل عندما انتقل مقر المنظمة إلى كولونيا كان في مشاكل وكان ممكن يكون انقسامات، إلا أنه كان سياسي محنك وحقيقة سعى إلى التقريب بين الفرقاء اليهود وجمع كلمتهم ونسق بينهم لتحقيق الهدف. وبالتالي حقيقة هذا الرجل قدم الكثير الكثير من أجل دولة الكيان. كان منهج وايزمان في العمل السياسي استعمال كافة الوسائل المتاحة لتحقيق الهدف، سواء كانت دبلوماسية، علاقات شخصية، المكافأة اللي عرضت عليه، وسائل الإعلام، المال، التنظيم الدقيق، المنظمات الصهيونية، وسائل عسكرية، كل شيء ممكن يقدمه حتى نجح في النهاية للوصول إلى إنشاء دولة إسرائيل. فدو تكون سرق الاختراع من زميل كان معه واشتكى عليه بعد قيام الحرب العالمية. حقيقة هذا يعني موجود هذا الكلام، ولكن نحن نتحدث عن الفائدة التي تحققت للصهيونية من خلال هذا الاختراع، سواء كان هو من اخترعه أو غيره. 2 نوفمبر 1917 وزارة الخارجية عزيز اللورد روتشيلد، نتحدث عن وعد بلفور. وعد بلفور نقول عنه وعد المشؤوم، وهو الذي أعطى يعني من لا يملك أعطى من لا يستحق. وفيما بعد كان في هناك وعود كثيرة، يعني يمكن أكثر خطوة بلفور، ولكن هذا الوعد كان هو البداية. وجه بلفور هذا الخطاب إلى روتشيلد، وكان روتشيلد طبعا هو كبير الجالية اليهودية، وكان طبعا الكثير من اليهود من ضمنهم حايم وايتسمان، من ضمنهم هربرت سامويل، كانوا وكان وزير حقيقة تلك الفترة هو سامويل، وعمل كثير وبعث رسائل وزير الخارجية ورئيس الوزراء بهذا الخصوص. إلا أن الخطاب قال إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر، وسأكون ممتناً إذا ما أحط الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح. المخلص آرثر نيوزبيكر. حقيقة في هذا الوعد الكثير من يعني هو يقدمه كما ذكرتها، يعني هم لا يملكون فلسطين حتى يقدموها لمن لا يستحقها للصهيونية. أيضا يذكر هنا يفهم جاء أنه لن يؤتى بعمل شأنها ينتقل الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، وكأنها أصبحت فلسطين طوائف، كأنها أصبحت يعني فيها غير طوائف اليهود والباقي عبارة عن طوائف أقليات. هذا ما يفهم هذا الكلام. أيضا أعطى لليهود في كل الدول من ينتقص من حقهم السياسي أو الوضع السياسي يتمتع من اليهود في أي بلد آخر، وحتى الآن اليهود متمسكين بهذا الكلام، وبالتالي اليهود يملكوا الجنسية في كل البلاد بالإضافة إلى يعني هي الجنسية اللي يأخذوها في إسرائيل. لغاية الآن كيف الوضع يا شباب؟ في الأمور تمام إن شاء الله، الصوت واضح، كل الأمور تمام؟ أعطوني رقم 1 إذا كان الأمور تمام. أشكركم جميعا. راح إن شاء الله فقط 5 دقائق، بدي يعني نعطيكم استراحة 5 دقائق بكفي إن شاء الله. الموافق اكتب لي 1. خلاص إذا 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله.
أصدقائك لما يريد أن يصلي يشرب شاهي يرتاح، خليهم 10، نحاول. بخلص الصلاة وباجي إن شاء الله. يلا. تفضلنا منكم صالح الأعمال. الجميع رجع يا إخوة. نستأنف إن شاء الله. طبعا الكل يعلم أن فلسطين مع نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت تحت الاحتلال البريطاني، شأنها شأن الدول الأخرى، وكان هناك في عملية تقسيم للوطن العربي بين فرنسا وبريطانيا، خاصة في منطقتنا بلاد الشام. ومؤتمر سان ريمو هو الذي أقر التقسيم الذي عقد في سنة 1920. بريطانيا بدأت عمليا الانتداب سنة 1918، بالرغم أن قرار الانتداب كان في 1902، قرار صدر عن الجمعية العامة أو عن عصبة الأمم. بريطانيا بدأت عمليا تطبيق وعد بلفور قبل يعني صدور قرار وضعه الصهاينة وأقرته عصبة الأمم. إذا هكذا بدأت العملية الآن لإنشاء هذا الوطن القومي لليهود. لتحقيق هذا الهدف كان لابد من تعيين مندوب سامي حاكم لفلسطين. هذا الحاكم، انظروا لهذه الصورة، احفظوها جيدا، أظنكم الكل يعرفها لأنه في نهاية الصورة مكتوب من هو هذا الشخص. اقرأوا بالأحمر الذي يعني قاله عندما جاء إلى فلسطين، قال: ذاهب إلى فلسطين لاتخاذ مشروعات وتنفيذ أوامر الحكومة لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا حقيقة. الأخت سهام سايكس بيكو حدثت في 17 مارس، أي قبل وعد بالفور. سايكس بيكو نعم هي كانت تقسيم، ولكن التقسيم اعتمد في اتفاقية سان ريمو، لعلكم تذكروا المحاضرة الدكتور أمل خليل في الفصل الأول، وذكر هذا الكلام بالتفصيل في محاضرتها الجغرافية السياسية لفلسطين. هذا المندوب السامي حقيقة هو أول يهودي يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة البريطانية، وذكرنا قبل قليل بأنه كان من بين الأشخاص الذين كتبوا لوزير الخارجية ولرئيس الوزراء و اجتمعوا معهم وبدأوا يقنعوهم بقضية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وعن فائدة ذلك بالنسبة لبريطانيا العظمى في حفظ طرق التجارة، وأيضا لفصل هي طرفي الوطن العربي عن بعضهم آسيا والإفريقيا عن بعضهم البعض. ما الذي قام به هذا الشخص؟ اللي بيعرف شو اسمه يكتب لنا شو اسمه هذا الشخص. عمل منذ اليوم لتحقيق ما خطط له منذ كان وزير في الحكومة البريطانية وعد بالفور، عن طريق: واحد، استصدار المئات من القوانين التي حدت من نشاط العرب وتسهل هجرة اليهود واستيلائهم على الأراضي. القوانين التي كان يعني يصدرها كلها مراسيم قوانين، هو الحاكم المطلق، يمتلك القوة العسكرية ويمتلك كل شيء، وبالتالي كانت هناك قوانين الهدف منها هي تسهيل هجرة اليهود، تسليح اليهود، الحد من نشاط العرب، تجريرهم من أي سلاح، إفقارهم بكل الوسائل، عن طريق أيضا منع تصدير المنتجات العربية حتى تكسر ويتحمل المزارع العربي الديون. تخيلوا حاجة، كان المزارع العربي لنقل موسم زراعة القمح والحبوب مثلا، البلاد تحتاج إلى ذلك، قبل الموسم أو أثناء الموسم أو في نهاية الموسم يكون هناك استيراد لكميات كبيرة من القمح مثلا أو من الحبوب من الخارج، وبالتالي تهبط الأسعار، وبالتالي يخسر العرب،
العرب يدفع أموالهم وجهدهم من أجل يعني أن يكون في عندهم مردود نتيجة لهذه الزراعة، وبالتالي يخسروها. أنا ذكرت كمثال الحبوب، طبعا صحيح هو هربرت سامويل، أحسنتم، نعم، وكان يمنع تصدير المنتجات العربية وبالتالي تكسب أسعارها. بالمقابل كانت المستوطنات اليهودية منتجاتها يتم تصديرها إلى بريطانيا وإلى أوروبا، وبالتالي كانت هذه حرب حقيقية على المزارع، ومعظم السكان كانوا مزارعين. أيضا نزع ملكية الأراضي من العرب، وهذه كان في هناك طرق مختلفة نأتي عليها بعد قليل. نزع ملكية الأراضي من العرب، كان في هناك البنك اللي هو البريطاني الفلسطيني، وهو بنك ذكرنا قبل أيضا، له بنك للوكالة اليهودية أو للمنظمة الصهيونية، وهذا البنك كان يقرض المزارعين، كان يقرض المزارعين. الآن جاء الموسم، المزارع يعجز عن السداد، البنك يبيع هذه الأملاك في المزاد العلني. السبب في ذلك طبعا هذا كان ضمن خطة، البنك لا يقرض هذا المزارع لأنه عجز عن السداد في المرة الأولى، يذهب إلى مرابي يهودي. كانت هذه إحدى الطرق لنزع ملكية الأراضي من العرب. الاقتصار على تعيين اليهود في المناصب الحكومية، مثال نورمان بنتويتش هو نائب عام، وأيضا هايمون في إدارة الهجرة، تخيلوا نائب العام يهودي، هايمون أيضا إدارة الهجرة، مسؤول عن الهجرة، واحد يهودي. تخيلوا الصفحة التي تليها، انظروا هذه هيئة الحكومة، حكومة الانتداب، مكونة من 15 شخص بالإضافة إلى هربرت سامويل اللي هو رئيسها، جميع هؤلاء يهود. حكومة الانتداب بالكامل كانت من اليهود. دائرة الشرطة، جميع مساعدين المفتش العام بريطاني من الجيش البريطاني أو الشرطة البريطانية، ولكن مساعدين جميعهم من اليهود. دائرة الخزينة، وزارة المالية، اثنين منهم يهود. هذا حقيقة بيعطينا ما الذي حدث. نعم أحسنت على حقيقة، نعم كان في هناك، سنأتي عليها، هناك في قوانين أصدرها هربرت سامويل لأجل تحقيق هذا الهدف اللي هو سلب الأراضي بكل الطرق. إذا لاحظوا هذه الخطة، وهذا اللي عملته بريطانيا وعملته الصهيونية حقيقة، ليس فقط موضوع الانتداب، ليس فقط وعد بالفور، وإنما التطبيق بأن المسؤول المدعي العام أو النائب العام يهودي، المسؤول عن دائرة الهجرة يهودي، هيئة الحكومة بكاملها يهود، طبعا لا ننسى أنه هربرت سامويل أيضا يهودي، دائرة الشرطة جميع المساعدين يهود، وزارة المالية أو دائرة الخزينة اثنان منهم يهود، وقس على ذلك باقي الدوائر الموجودة في حكومة الانتداب. نقرأ هذه المقتطفات حقيقة. قل كانت الخطوات التي اختارها صموئيل لبناء اليهود اقتصاديا وتمكينهم من فلسطين هي تسليمهم الأراضي، أعطاهم 200,000 دنم من مرجم عامر، وأجلى بذلك 900 أسرة عربية، أيضا 175,000 دنم اللي هي أراضي قرى قيسارية والكبارة وأتليت بالكامل. أيضا بالإضافة لك سلم اليهود المشروعات الهامة مثل شركة الكهرباء، بالإضافة إلى حق أيضا في على البحر الميت كان شركة البوتاس، أيضا أعطى حق، هذا مرسوم المندوب السامي، نص في هناك نص يحق لصاحب الامتياز نزع ملكية الأراضي لصاحب الشركة. تخيلوا شركة الكهرباء لمين؟ لليهود، شركة يهودية. بكل بساطة نريد أن نبني محطة كهرباء أو محول كهرباء، نحتاج إلى هذه الأرض، نفس الأسلوب اللي بتتبعوه الدولة الصهيونية حاليا في بناء المستوطنات وشق الطرق الالتفافية، بنفس الأسلوب نفس الطريقة، وبتعتمدوا على قوانين الانتداب. وضع دستور لفلسطين الانتدابية، في المادة 13 يقول للمندوب السامي أن يهب، اسمعوا النص بشكل دقيق، للمندوب السامي أن يهب أو يؤجر أي أرض من الأراضي العمومية أو أي معدن أو منجم
وله أن يأذن بإشغال هذه الأراضي بصفة مؤقتة وبالشروط والمدة التي يراها ملائمة، ويشترط في كل هذا أن تجري كل هبة أصبحت هبة يهب، نعم، كهذه أو كل إيجار أو تصرف كهذا وفقا لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به في فلسطين. لاحظوا، مع قانون معمول في فلسطين، الجملة بعدها أو سيعمل به فيما بعد، يعني ممكن يعطي هبة، ما في قانون، ما في أي نظام، بكل بساطة بنفصل قانون على هذه الهبة، أو سيعمل به فيما بعد، أو وفقا لما قد يصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقيع جلالته وختمه أو بواسطة وزير تنفيذ الأحكام سكر الامتداد. انظروا إلى هذه المادة، هذا ممكن يعني يكون بعملية أخذ كل الأراضي، البيوت يأخذها أصحاب الأصحاب، يطلب أصحاب منها بكل بساطة له الحق. أيضا سنة 1933 كان في هناك تعديل على الدستور، انظروا لهذه المادة، بما أن الشرع الإسلامي خول السلطان صلاحية تحويل أراضي الميري إلى أراضي الملك، فإنه من المناسب تخويل المندوب السامي هذه الصلاحية. هذا التعديل حقيقة طرد 1000 عائلة عربية في منطقة الأغوار من الأراضي اللي كانت أراضي ميري، وكان طبعا بناء على هذا التغيير أو التعديل في الدستور قام بسلب هذه الأراضي وإعطائها لليهود، وبالتالي مئات الآلاف من الدنومات كم هذه يعني أخذها من العرب وأعطاها لليهود. معنى الميري بأنها أراضي دولة، ليست ملكية خاصة وإنما هي من أملاك الدولة. كان السلطان العثماني إذا أعجبته مزرعة أو حديقة أو قطعة أرض يضع يده عليها وتصبح هذه أرض للسلطان، أرض ميري، وهذا السلطان من حقه فيما بعد أن يعطيها لمن شاء. طبعا تبقى سكانها يعملوا فيها، ولكنها تبقى باسم السلطان وأصبحت للسلطان. فكل الأراضي بهذا الشكل أصبحت أو تسمى ميري، الأرض الميري اللي هي الأرض اللي هي ليست ملك شخصي وإنما من أملاك الدولة. هذه بعض يعني مقتطفات حقيقة من الأشياء اللي عملها سامويل. نقرأ هذا النص اللي طبعا ذكره حيم وهزم، يقول: الصورة الحقيقية لهذه الشخصية الخطيرة التي لعبت أكبر أدوار في تاريخ النكبة العربية الفلسطينية إنما يرسمها زعيم الصهيوني الأكبر وايزمان حين يقول، ماذا يقول؟ إن صموئيل نتاج يهوديتنا، ونحن الذين عيناه مندوبا ساميا، أنا المسؤول عن تعيين سير هربت صموئيل في فلسطين، إن صموئيل هو صديقنا ولم يقبل أن يقوم بهذه المهمة العسيرة إلا نزولا عند رغبتنا، نحن حملناه هذه الأعباء، إن صموئيل هذا هو صموئيلنا. هذا ما قاله حيم وايزمان عن هربت صموئيل اليهودي الصهيوني الذي جاء ليحكم فلسطين ويسلمها إلى اليهود. أثناء فترة الانتداب تم إنشاء أو تأسيس الوكالة اليهودية، طبعا الحركة الصهيونية أسست الوكالة اليهودية سنة 1929، وهذه بدأت تتولى شؤون اليهود في فلسطين، فأصبحت دولة داخل دولة الانتداب لأن كل الصلاحيات كانت عندها. كان طبعا صموئيل يتعذر أو يتحجج أنه أنتم يا عرب ما في عندكم من يمثلكم مثل ما هو عند اليهود، طيب نحن عاوزين نيجي نتكلم مع بعض وخلينا يكون في إنا ممثلين، وهذا احنا انتخذهم ممثلين، لا احنا غير موافقين، هؤلاء الممثلين بمارسوا أعمال ضد بريطانيا العظمى وبالتالي غير مقبولين، وهكذا كانت طبعا نعم حقيقة كان يقول أنتم غير منظمين، وإذا جاء ممثلين يقول أنتم تقوم بأعمال ضد بريطانيا العظمى وبالتالي أنتم غير مقبولين، يحتاج إلى أناس يكونوا على المقاس، عاوزينهم طبعا اللي يجيبوا الناس اللي هم عاوزينهم يكونوا على مقاسهم حتى يعني يحققوا مآربهم، وهذه ليست في تلك الفترة إنما مستمرة وستبقى. أيضا أقاموا مؤسسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ضخمة، وبدأوا يشكلوا يبنوا بنية تحتية للدولة اليهودية القادمة، فأسسوا اتحاد العمال هستدروت، وأيضا
افتتحوا الجامعة الأمريكية بالقدس والتي جاء لافتتاحها تشرشل. حقيقة استنتاج أن الظلم والقهر والمحاباة كان السن الأبرز للاستعمار البريطاني في فلسطين. انظروا ماذا يقول المؤرخ البريطاني عن دور بريطانيا. إن بريطانيا على مدى هذه السنوات الثلاثين منذ 1918 حتى 1948 سمحت بالدخول إلى فلسطين سنة بعد سنة لحصة من المهاجرين اليهود، وما كان من الممكن لهؤلاء المهاجرين أن يدخلوا لو لم تكن تحميهم أسوار بريطانية شائكة. هذه شهادة لمؤرخ بريطاني، حقيقة نحن لا نحتاج إلى شهادات من أحد لنعرف هذه الحقيقة، فهي معروفة لدينا. مع الأخ محمد، لا زال أسلوب متبع لدى الكثيرين حتى اليوم. نعم، وهذا شيء مؤسف حقيقة. إذن ما الذي حدث؟ مصالح، يعني استنتاج مصالح دول الاستعمارية والصهيونية، التقت مصالحهم وأقاموا دولتهم على أرض فلسطين، وتم تشريد أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في العام 1948، ولازلنا نعيش الشتات ولازلنا نعيش هذه، ولكن بإذن الله تعالى يعني العودة قادم بإذن الله تعالى. نمر هيك بشكل سريع على بعض الشخصيات وماذا قالوا بعد أو قبل وأثناء قيام أو إنشاء دولة صهيون. جابوتنسكي هو أحد المنظرين للحركة الصهيونية، يقول ليس هناك خيار، يجب أن يخلي العرب المكان لليهود في أرض إسرائيل، شكرا لله فنحن اليهود لا ننتمي للشرق، لذا يجب أن نكنس الروح الإسلامية من أرض إسرائيل. هذا واضح تماما ما هو التوجه وما هي ما هو الفكر. بن غوريون يقول يجب أن نفعل أي شيء من أجل ضمان أن لا يرجع اللاجئ الفلسطينيون. هرتزل قبلهم يقول يجب أن تتم عملية طرد الفلسطينيين والتخلص منهم بحذر وسرية. أما بني مورس وهو من المؤرخين الجدد للصهاينة يقول أن طرد مئات الفلسطينيين سنة 48 لم يكن خطأ أو جريمة، لم يكن خطأ أو جريمة حرب، بل إن الخطأ الذي ستدفع إسرائيل ثمنه هو عدم إكمال ديفيد بن غوريون مهمة تنظيف فلسطين الانتدابية من العرب، ورغم ذلك فإن الظروف المقبلة يمكن أن تجعل عملية طرد العرب من فلسطين ضرورة لا بد منها. وحقيقة ما يروج له في هذه الفترة هي دولة يهودية يهدفونها إلى تنظيف فلسطين من العرب. هرتزل يقول لا أعيش لقيام دولة إسرائيل، إيش لأن أعيش هيك بضبطك على لأن أعيش لقيام دولة إسرائيل لأزيل كل شيء وأحرق كل ما يدل عليه. هذا حقيقة نعم، وقالوا أكثر من ذلك، لكن أنا أخذت حقيقة بعض المقتطفات، حقيقة الكثير الكثير مما قيل، وهذا فقط لنتعرف على الفكر الصهيوني. هؤلاء يعني الذين تطرقت لهم حقيقة يمثلوا أربع مدارس. جابوتنسكي يمثل مدرسة صهيونية، بن غوريون يمثل مدرسة صهيونية أخرى وحقيقة قريبة من مدرسة تيودور هرتزل، وبينموس هم من المؤرخين. وفقط هذه عينة من فكر الصهيوني وماذا يفكرون وكيف يخططون. ماذا يخططون لنا؟ هذا حقيقة صدقت أخي محمد، لهم جنود مجندة. نعم، هذه حقيقة مقالة أحببت أن أكمل كلها كما هي، صدرت في عدد فبراير 14 فبراير 1982 من مجلة كيفونيم، وهذه مجلة تصدر في الكيان الصهيوني، عنوان الخطط الاستراتيجية لإسرائيل. هذا طبعا أوردها روجيه جاودي في كتابه فلسطين أرض الرسالات السماوية. ندقق فيما كتب ونحاول أن نستخلص منه ما الذي يحدث.
لقد غدت مصر باعتبارها كيانا مركزيا مجرد جثة هامدة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار المواجهات التي تزداد حدة بين المسلمين والمسيحيين. وينبغي أن يكون تقسيم مصر إلى دويلات منفصلة جغرافيا هو هدفنا الأساسي على الجبهة الغربية خلال السنوات التسعينات. وبمجرد أن تتفكك أوصال مصر وتتلاشى سلطتها المركزية، فسوف تتفكك بالمثل بلدان أخرى مثل ليبيا والسودان وغيرهما من البلدان الأبعد. ومن ثم فإن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر بالإضافة إلى كيانات إقليمية أصغر وأقل أهمية من شأنه أن يفتح الباب لتطور تاريخي لا مناص من تحقيقه على المدى البعيد. وإن كانت معاهدة السلام قد أعاقته في الوقت الراهن، لاحظوا ما الذي يخطط للحدود الغربية لفلسطين، مصر، السودان، ليبيا والدول الأخرى، يخطط التقسيم. حقيقة موضوع اللعب على الفتنة الطائفية أو فتنة بين المسيحيين والمسلمين مستمر منذ زمن ليس بالقصير، وحقيقة الكثير من المتحدثين أقباط موجودين في الخارج يتحدثوا لتحقيق هذا الهدف. المعاهد السلام مقصود فيها، نعم، معاهد كامب ديفيد، نعم، لأنه هذا كان بعد كامب ديفيد في 14 فبراير 82، وكامب ديفيد كانت في بدأت حقيقه في 78 وتم توقيعها في 79. بالرغم مما يبدو في الظاهر فإن المشكلات في الجبهة الغربية أقل من مثيلاتها في الجبهة الشرقية. الجبهة الشرقية يقصد بها العراق وسوريا ولبنان والأردن. لاحظوا، بالرغم مما يبدو في الظاهر فإن المشكلات في الجبهة الغربية أقل من مثيلاتها في الجبهة الشرقية، العراق وسوريا ولبنان والأردن. فماذا يخططون منذ ذلك الوقت لهذه الجبهة؟ يقول المقال: يعد تجزئة لبنان إلى 5 دويلات بمثابة نموذج لما سيحدث في العالم العربي أسرع. هم بيقولوا بأنه في 82 فعليا تم تقسيم لبنان إلى 5 دول بالرغم من أنها تشكل في الظاهر دولة واحدة. وينبغي أن يكون تقسيم العراق وسوريا إلى مناطق منفصلة على أساس عرقي أو ديني أحد الأهداف الأساسية لإسرائيل على المدى البعيد. والخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هو تحطيم القدرة العسكرية لهذين البلدين، والبناء العرقي لسوريا يجعلها عرضة للتفكك، مما يؤدي إلى قيام دولة شيعية على طول الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق، بالإضافة إلى كيان درزي قد ينشأ في الجولان الخاضعة لنا. وقد يطمح هو الآخر إلى تشكيل دولة خاصة، ولن يكون دولة خاصة أو لن يكون دولة خاصة على أي حال إلا إذا انضمت إليه منطقتا حوران وشمال الأردن، ويمكن لهذه الدولة على المدى البعيد أن تكون ضمانا للسلامة والأمن في المنطقة. هذا بالنسبة لسوريا. ثم العراق كيف ستكون وضعها؟ نفس الشيء، تحقيق هذا الهدف في متناول يدنا. أما العراق، ذلك البلد الغني بموارده النفطية الذي تتنازعه الصراعات الداخلية، فهو يقع على خط المواجهة مع إسرائيل، ويعد تفكيكه أمرا مهما لإسرائيل، بل إنه أكثر أهمية من تفكيك سوريا، لأن العراق يمثل على المدى القريب أخطر تهديد لإسرائيل. انتهى نص المقال. فما رأيكم في هذا المقال؟ بالموازاة مع هذا، سنة 1983 تم إنشاء مركز أو مكتب في وزارة الدفاع الأمريكية، وأسسه رامسفيلد وزير الدفاع السابق، أطلق عليه اسم مكتب التخطيط الاستراتيجي. وهذا المكتب ظهر في سنة 1987 بأول تقرير له، سمي 4+1، ويعني فيها 4 دول عربية زائد واحد يذكرها إيران. ويذكر في ذلك التقرير أن هذه الدول هي التي تشكل خطر استراتيجي على إسرائيل على المدى البعيد، وبالتالي لابد من تخليصها من قوتها ولابد من تفكيكها. هذا التقرير يتحدث كما ذكر في هذا التقرير تماما الذي صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية أو مكتب التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع الأمريكية، ذكر ذلك
في سنة 1987 وقدم إلى ريغان في نهاية فترته، ثم إلى بوش الأب، ثم إلى بوش الابن الذي تبناه وبدأ بضرب العراق، وكانت يعني البداية حقيقة لهذا التفكيك. هذه النقاط نبقى أو يبقى عندنا جزء أخير، أنا حاولت بقدر ما أستطيع التسريع حتى لا يكون هناك تأخير. اسمحوا لي في ما تبقى عندنا جزء أخير وهي الصهيونية الإنجيلية. الصهيونية الإنجيلية أو ما نطلق عليه اسم اليمين المتطرف، اليمين المسيحي المتطرف. الطائفة الإنجيلية الأصولية ظهرت في القرن الماضي وأخذت مقاطع من الإنجيل التي تتحدث عن نبوءات بني إسرائيل وتحديد نبوءات آخر الزمان، وبالتحديد جاءت في سفر الرؤيا تتحدث عن معركة آخر الزمان وهي معركة المسمى بمعركة هرمجدون. في يذكر الفصل السادس عشر لإنجيل يوحنا، وحيث سيقاتل 200 مليون رجل من جيش الشرق لمدة عام، وسوف يصل هذا الجيش إلى نهر الفرات بعد أن يدمر كل شيء. إنها الحرب النووية التي ستنهي الأخضر واليابس وتنهي عمر الكرة الأرضية، ولا يبقى إلا قلة من اليهود، يقولون عددهم 144 ألف، كلهم سيتحولون إلى المسيحية. جاء في سفر حزقيال بيقول أيضا يعني يذكر ستنهمر الأمطار وتذوب الصخور وتتساقط النيران وتهتز الأرض وتتساقط الجبال وتنهار الصخور وتتساقط الجدران على الأرض في وجه كل أنواع الإرهاب. وفي سفر زكريا نجد وصف آخر لتلك الحرب، يقول أن جلودهم تتآكل وهم واقفون على أقدامهم، وأن عيونهم سوف تتآكل فيها، وأن ألسنتهم سوف تتآكل داخل أفواههم. يقول سفر حزقيال أنها تستمر 7 أشهر حتى يتمكن بيت إسرائيل من دفنهم قبل أن ينظفوا الأرض. هذه حقيقة النصوص التي اعتمد هؤلاء ليطلق عليه اسم اليمين المسيحي المتطرف أو الصهيونيين الصهيونية الإنجيلية. منتشرة حقيقة أكثر شيء في أوروبا أكثر منها، أو في أوروبا أكثر من في أمريكا أكثر من أوروبا، إلا أنها موجودة في أوروبا أيضا، إنما منتشرة في أمريكا. مروجين مثل هذه الأفكار، هال لينسي ماذا يقول؟ يقول إن دولة إسرائيل هي الخط التاريخي لمعظم أحداث الحاضر والمستقبل. هال لينسي يقول أنه قبل أن يصبح اليهود أمة لم يكشف عن شيء، أما الآن وقد حدث ذلك فقد بدأ العد العكسي لحدوث المؤشرات التي تتعلق بجميع أنواع النبوءات، ولأنه يجب أن تظهر هناك دوائر لقوى سياسية معنية. واستناد إلى النبوءات فإن العالم كله سوف يتمركز على الشرق الأوسط وخاصة على إسرائيل في الأيام الأخيرة، إن كل أمم سوف تضطرب وسوف تصبح متورطة بما يجري هناك. هذه الأفكار التي يروج لها، يروج لمعركة هرمجدو. تذكر الكاتبة غريس هالسل في كتاب النبؤة والسياسة وفي كتاب يد الله، تذكر أنها قامت برحلتين إلى تقول الأرض المقدسة، وهذه الرحلات كانت تنظمها جمعيات، وكان على رأسهم اللي هو جيري فولويل اللي هو المستشار السابق لريغان. وجيري فولويل له محطة تلفزيونية يستمع له كل يوم أحد 16% من الأمريكان المشتركين في محطة التلفزيون. إسحاق شامير أمر بشراء طائرة خاصة لجيري فولويل حتى يتنقل فيها بين الولايات بحرية وينشر أفكاره التي، وطبعا يجمع التبرعات لصالح الكيان ويعني يجمع الناس ويأتي بهم إلى إسرائيل كسياحة دينية. تقول غريس هالسل أنها جاءت في إحدى الرحلات ووصلوا إلى مكان قرب مدينة جنين لنرجو بن عامر، وفي تلة صغيرة قالوا هذه هي تلة هرمجدون،
التي ستكون عليها الحرب الأخيرة. يذكر أو تذكر جريس هاسل أنها قامت بمحاورة عقيد سابق في الجيش الأمريكي، وهو عقيد متقاعد، ومن المتحمسين جدا لهذه الفكرة، ويقول قالت له: هل أنت مستعد أن تتحول إلى اليهودية؟ قال: لا، لأنه أنا وجودي غير يهودي، أنا سوف أساعد في اليهود أكثر من كوني يهودي. اليهود ليسوا بحاجة لأتحول يهودية، وإنما لابد أن أكون أنا وغيري يعني جزء من المحركة، حتى يعني يكون انتصار في هذه المعركة ونزول المخلص والمسيح، وحتى يتحول اليهود إلى المسيحية. كما ذكر أو كما يذكر أنهم 144 ألف فقط من اليهود الذين سيعيشوا ويتحولوا إلى المسيحية. أحد المروجين لهذه أيضا بات روبرتسون، وهذا بات روبرتسون كان مرشح للانتخابات الأمريكية سنة 1988 عن الحزب الجمهوري. هذا له برنامج أيضا تلفزيوني يسمى نادي السبعمائة، ونادي السبعمائة أيضا له قصة. يقول إن شارون رئيس وزراء إسرائيل اسمعوا لهذا النص، من الذي يقول هذا؟ كان مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية. يقول إن شارون أخطأ الحل الصحيح، لأنه يريد أن يقضي على الفلسطينيين بالقطاعي قطعة قطعة، والصواب أن يقضي عليهم بضربة واحدة. لاحظوا، هذا قس أمريكي اسمه بات روبرتسون، كان مرشح الانتخابات الرئاسية سنة 1988. فهذا هو الفكر السياسي والفكر الديني الذي يحكم هذه الفئة لقادة ومفكري أمريكا، وهؤلاء من يتحكمون في القرار السياسي والعسكري لأكبر دولة في العالم. يقول أيضا بأن الروس عندما كانت أكبر يعني كانت دولة كبرى ودولة عظمى، وكان يقول بأن الروس هم يأجوج ومأجوج المذكورون في الكتاب المقدس، وهم الذين سيكونون جيش الشر في معركة هرمجدون. والدول الإسلامية كونها تتواصل مع روسيا، والدول كما تأخذ السلاح من روسيا، إذن هذه هي الدول اللي موجودة مع روسيا التي تكون معها، وبالتالي هي أيضا من محور الشر. وكلمة محور الشر حقيقة جاءت من هذا المدلول الديني أو هذا المعتقد الذي هم يعتقدونه. أيضا لابد أن نذكر حاجة مهمة حقيقة، أن هناك نظريات، في نظرية المؤامرة، البعض يرفضها أنه لا توجد مؤامرة، لا يوجد بروتوكولات حكام السجون، والبعض الآخر يؤيدها. يكون كاتب كتاب من يحكم العالم سرا اسمه منصور عبد الحكيم، يقول بأن هناك نظرية المؤامرة، هناك نظرية النعام، وهناك نظرية تدبيرية. ثلاث نظريات، فتتوقع ماذا ستكون نظرية النعام؟ نظرية المؤامرة معروفة، أننا نؤمن بأن هناك مؤامرة وكل ما يجري مخطط له. أما نظرية النعام فيكون نحن نتبنى نظرية النعام، بمعنى نضع رأسنا في التراب ولا نفكر في شيء. يقول أيضا، وأنا أقول ذلك، بأن ليس كل شيء ناتج عن مؤامرة، ولكن المؤامرات تحاك، وما يجري الكثير منه يتم التآمر عليه واستغلاله، وبالتالي الأمور متداخلة مع بعضها البعض. بالنسبة لرونالد ريغان، قال سنة 1987 قال بأن معركة الرب اقتربت، وأتمنى أن أكون قائدها. وتذكر الضربة التي وجهها إلى ليبيا، لم تكن تلك الضربة إلا من منطلق توراتي، أو كان بالنسبة لليبيا وردت في الكتاب القديم، وذكر بأن ليبيا ستكون من أعداء إسرائيل، وبالتالي لا بد من ضربها والتخلص منها. بالنسبة لجريس هالسن، تقول بأن في كتابها النبؤة والسياسة، في وقت مبكر من عام 1986 أصبحت ليبيا العدو الدولي رقم واحد لرونالد ريغان، فهل يعود ذلك إلى نبؤة توراتية؟
استنادا الى جيمس ميلز الرئيس السابق لمجلس الشيوخ في ولايه كاليفورنيا، فان ريغان كره ليبيا لانه راى ان ليبيا هي واحده من اعداء اسرائيل الذين ذكرته النبوءات، وبالتالي فانها عدو لله. لاحظوا هذا الفكر. في عشاء اقيم عام 1971 في كاليفورنيا، كان ريغان حاكما لولايه في كاليفورنيا، وقال تكريما لجيمس ميلز. اسمعوا هذا ما الذي يكون. فجأة يتحدث إلى ميلز الذي كان بجانبه حول النبوءات الإنجيلية وحول قيمة مقاتلتنا للاتحاد السوفيتي يأجوج ومأجوج في الكتاب المقدس. ويذكر ميلز هذا الحادث في عدد شهر أغسطس 1985 مجلة سان دييغو. يقول إن ريغان أخبره بتأكيد جازم في الفصل 38 من إصحاح حزقيال، هناك نص يقول إن أرض إسرائيل سوف تتعرض إلى هجوم تشنه عليها جيوش تابعة إلى دولة لا تؤمن بالله، وتقول إن ليبيا ستكون بينهم. هل تفهم ماذا يعني ذلك؟ هذا ما يقوله ريغان لميلز. وبالتالي يقول أن ليبيا أصبحت شيوعية، وهذا مؤشر أن هرم جد ليس ببعيد. انظر على استنتاجات سجلها رئيس أعظم دولة وأكبر دولة، يستنتج استنتاجات ويتصرف بناء عليها ويطلق الطائرات والصواريخ على تلك الدولة، هذه الدولة تلك، ويدمرها. وما تدمير العراق وتدمير سوريا وما يحدث في من حولنا في هذه الأيام إلا جزء من هذه المخططات، وهي مخططات شيطانية. هم يكونوا محور الشر، وأنا أقول هذه مخططات شيطانية. بشكل سريع، أشهر الشخصيات الإنجيلية الأصولية الذين تبنوا هذا الفكر ولهم تأثير كبير في الشعب الأمريكي، وهم من دعاة هي معركة هرمجدون، ومؤيدين بشكل قوي جدا للدولة الصهيونية. القس ذكرناه هو بات روبرتسون، هذا عنده برنامج 90 دقيقة يدعى نادي 700، نسبة إلى 700 مساهم معه هذا 700، وهذا البرنامج يصل إلى أكثر من 16 مليون عائلة أمريكية، يعني 19% من الشعب الأمريكي. يوظف روبرتسون حوالي 1300 شخص لإدارة شبكة التلفزيون المسيحية اللي هي CBN، وتضم 3 محطات تلفزيونية ومحطة راديو ومراسلين في 60 دولة، تقدم برامج إخبارية ودعائية لإسرائيل، تحقق عائدات سنوية تزيد عن 200 مليون دولار، هذا الكلام في الثمانينات. وصل نفوذه إلى البيت الأبيض، وكان مرشح للرئاسة 88 عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الأولية. لاحظوا للأسف الأخير الشرائح اللي عندي جاهز اللي كنت بعتها سامر ما كان موجود فيها الشرائح للجزء الأخير، أنا أعتذر على ذلك، لكن إن شاء الله برسل الشرائح كاملة مرة ثانية لسامر حتى ننزلها على الموقع بإذن الله تعالى. الشخصيات أيضا اللي أثرت اللي هو جيري فولور. جيري فولور ذكرناه قبل قليل، لشامير أمر بشراء طائر جيري فولور، وهذا 5.6 مليون أمريكي يشاهد برنامجه أيام الأحد، وهو كان مؤيد للتمييز العنصري في أفريقيا، ومن أشد أنصار الدولة اليهودية، ومن مروجي لهرمجد، وهو مروج حقيقة للسياحة الدينية التي تذهب إلى الأرض المقدسة كما يدعي كما يقول، وكان مؤيد لكل الدكتاتوريين الموجودين في العالم. في هناك يعني نقول نجرب هو أخيرا أيضا كان هو مستشار للرئيس الأمريكي جورج بوش. بالنسبة لفولويل كان له تأثير كبير على الرئيس ريغان، وكان أيضا تأثير كبير فيما على بوش. الشخصية الثالثة جيمس سواغل، كريس جيمس سواغل، وهذا يعتبر من أكثر المبشرين قبولا جماهيريا، ويملك ثاني أكبر محطة تلفزيونية إنجيلية شهرة حسب استقصاء طبعا مؤسسة نيلسون، وهذا يصل إلى حوالي
5.14% من المشاهدين الأمريكيين، حوالي 9 ملايين أسرة أيام الأحد. جيم بيكر أيضا له أشهر ثلاث محطات تلفزيونية إنجيلية في أمريكا، وهو يعتبر أحد تلاميذ نوبات روبرتس. أيضا يصل صوته إلى حوالي 6 ملايين عائلة أمريكية أيام الأحد. حقيقة القائمة طويلة، وأكتفي لهذا القدر من الشخصيات التي تتبنى هذا الفكر. وكل هذه الشخصيات تتبنى هذا الفكر وهي تنشر لهذه العائلات الأمريكية الملايين الملايين. وآخر الإحصائيات تقول بأن في أمريكا حاليا أكثر من 80,000، لاحظوا الرقم، 80,000 قسيس إنجيلي يذيعون يوميا من خلال 400 محطة راديو. 80,000، العدد كبير. الآن كم عدد الصهاينة الإنجيليين في أمريكا؟ أيضا الإحصائيات تقول بأن العدد تجاوز، وهذه إحصائية سنة 89 كان حوالي 60 مليون حسب إحصائية 89. وبالتالي الوقت الحاضر نتوقع أن يكون أكبر من ذلك بكثير. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حاولنا بقدر ما نستطيع أن في خلال هذا الوقت نختصر ونمر بسرعة. الكثير الكثير يعني كنت محضر له نتكلم فيه بشكل موسع، لكن يعني حقيقة أخت منيرة نتحدث عن جانب واحد فقط، ولا نتحدث حقيقة عن الكنائس، ولست خبيرا في يعني الكنائس كلها، إنما نتحدث عن جانب واحد وهو اللي هو الصهيونية أو مناطق الصهيونية الإنجيلية، وهؤلاء المسيحيين الإنجيليين الذين يعني يتصفون بهذه الصفة وأفكارهم، ويهمنا أفكارهم أكثر ما يهمنا يعني الحديث عن أنواع الكنيسة. وإذا يعني لا علم لي حقيقة بتفاصيل يعني الكنائس المسيحية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فإذا في أسئلة أنا كل أذان صاغي أستمع. شكرا لك، شكرا لكم. نعم أكيد أخت ميرا هي هدام وأساءت للكنيسة الأصلية. نعم أساءت للمسيحية حقيقة. الدين المسيحي يعني الدين جاء به عيسى عليه السلام هو يعني الدين عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. شكرا لك أخت ميرا، بارك الله فيك. الله أعلم أخي محمد، يعني إذا رجعنا إلى أنه نظرية المؤامرة بالكامل يكون صحيح، لكن كما ذكرت هناك أنا شخصيا أميل لأنه ليست كل الأحداث تخضع لنظرية المؤامرة، وإنما هناك أحداث وإنما فيما بعد يمكن استغلالها. شكرا لك أخت فدوى، شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. توصلوا